مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف لنقاش. داخل أروقة مجلس الأمن ما زالت المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالقرار الذي سيتبناه المجلس حول الصحراء ما زالت مستمرة، فيما تواصل مضامين تقرير الأمين الأممي إثارة التحليل والتأويل. العديدون سجلوا تحفظاتهم على التغاضي عن ما حققه المغرب في الأقاليم الصحراوية من تقدم لافت، خاصة في الجانب الحقوقي والتنموي، علاوة على عدم التوازن في الحديث عن المسألة الحيوية المتعلقة بإحصاء ساكنة تندوف والتغاضي عن التجاوزات التي يتحدث عنها الغربيون أنفسهم بشأن التلاعب بالمساعدة الدولية للمخيمات والإشارة المحتشمة لأحداث بارزة في الحياة السياسية، سيما المشاركة التي فاقت 80% لسكان الصحراء في الانتخابات الماضية، والأهم وصفه المراقبون بالمحاولة المقصودة أو البائسة للالتفاف حول مقترح الحكم الذاتي. بداية نتوقف مع محمد برويس عند أبرز ملاحظات المراقبين على تقرير الأمين الأممي بان كي مون. حياكم الله. أثار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء الذي قدمه قبل أيام إلى مجلس الأمن الجدل بشأن مضامينه، وقد عبرت العديد من القيادات الحزبية في المغرب عن العديد من التحفظات بشأن مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرة إياه مجانبا للمقاربة السياسية التوافقية التي يقول بها مجلس الأمن. وذهبت العديد من القراءات في هذا السياق إلى انتقاد طريقة تسجيل ووصف المعطيات والإجراءات التي اتخذها المغرب خلال العام المنصرم والمتعلقة بقضية الصحراء. ومن مظاهر عدم التوازن الذي سجله بعض المراقبين مسألة إحصاء الساكنة في تندوف، والتي تشكل محور توصية من مجلس الأمن منذ سنوات. هذه الملاحظة لم تحظى بالاهتمام اللازم وجاءت في إطار باهت، كما أن مسألة المساعدات الدولية للمخيمات التي دعا إليها بان كي مون بإلحاح واضح لم ترافقها أي ملاحظة بشأن حكامة هذه المساعدات وحقائق السرقة والاتجار فيها من طرف قيادات البوليس، وذلك وفقا للإثباتات التي أوردها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش. أما فيما يخص الجانب المغربي، فقد سجل الأمين العام للأمم المتحدة إشارات مختصرة وعابرة للأحداث الكبرى التي ميزت العام المنصرم، ومن ذلك الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة التي عرفت تسجيل نسبة مشاركة سياسية عالية في الأقاليم الجنوبية فاقت 80%. هذا المعطى، معطى المشاركة، لم يرد مطلقا في ثنايا التقرير، لا بالتصريح ولا بالتلميح. هذا فضلا عن الاستثمارات التي أطلقها المغرب والتي تناهز 7.7 مليار دولار، والتي وردت مجملة من دون أي إشارة إلى أهدافها أو آثارها على الساكنة المحلية. كما انتقدت العديد من الفعاليات ما اعتبرته تضخيما لما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة لخروقات حقوق الإنسان في المغرب، مقابل السكوت عن الواقع المتردي لحقوق الإنسان في المخيمات في الوقت الذي لم تحظى فيه الدينامية الحقوقية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية، وكذا الجهود المبذولة على مستوى العلاقة مع المهمات الأممية الاستطلاعية الخاصة بحقوق الإنسان. لم تحظى كل هذه المعطيات بحسب العديد من الفعاليات بالاهتمام والتفصيل اللازم في التقرير. وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن القراءة المتأنية للتقرير وخاصة الدعوة إلى مفاوضات بين الأطراف من دون شروط مسبقة تشير إلى محاولة للالتفاف على مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب منذ العام 2007، وهو المقترح الذي وصفه مجلس الأمن والعديد من القوى المؤثرة بالمقترح الجدي وذي المصداقية. ويقول محللون إن هذه الدعوة تنسجم مع محاولات خصوم الوحدة الترابية للمملكة لنيل المزيد من التنازلات، فيما يعتبر المغرب أنه قدم أقصى ما لديه وهو مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
لمناقشة محاور هذا العدد. يسعدنا كثيرا أن نرحب هنا في الاستوديو بالدكتور الحسن بوقنطار، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط. دكتور أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا الأستاذ خالد الشقراوي، أستاذ الدراسات الإفريقية في جامعة محمد الخامس برباط. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا سيد. وسعداء دائما باستقبال الدكتور عبد الله أبو عوض، وهو أستاذ باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور أهلا وسهلا بكم. نبدأ معكم دكتور الحسن بوقنطار لنتحدث أولا عن الأهمية التي يكتسيها تقرير الأمين الأممي في اتخاذ قرارات مجلس الأمن. من المعروف أن هذا التقرير هو يأتي استجابة لقرارات مجلس الأمن، حيث أنه إذا أخذنا جميع هذه القرارات فهي تطالب الأمين العام أن يقدم سنويا تقريرا، وهذا التقرير من المنتظر أن يكون، من المطلوب أن يكون تقريرا ينبغي أن يعالج جميع التطورات والمعطيات التي يتضمنها أو تتضمنها مدة هذا التقرير. وبالتالي فالمطلوب من الأمين العام أن يكون موضوعيا وأن يكون محايدا في عرض هذه المعطيات، حتى يتسنى لمجلس الأمن أن يفحص هذا التقرير، وعلى ضوء طبعا هذا التقرير وخاصة على ضوء الاستنتاجات التي يقدمها الأمين العام، فإن مجلس الأمن يتخذ القرار الذي يراه ملائما. إذن يتخذ قراراته بناء على هذا التقرير؟ طبعا ليس فقط ولكن الأرضية طبعا التي يتخذ على ضوء هذه قراراته هو هذا التقرير هذا، لأن مجلس الأمن بالطبع أعطى في، لأن مجلس الأمن فيما يتعلق بقضية الصحراء، وهذه مهم مسألة جوهرية ينبغي أن نذكر بها، يعالج ملف الصحراء في إطار الفصل السادس. طيب. وفي إطار الفصل السادس، والذي يتضمن ما نسميه بالطرق السلمية التي يمكن أن نحل بها مشكلة من المشاكل. وبالتالي فإن مجلس الأمن أعطى للأمين العام، والأمين العام طبعا من خلال ما نسميه بمبعوثه الخاص اللي هو اليوم كريستوفر روس، ينبغي أن يقوم بدور من جهة الميسر لهذه المفاوضات، ومن جهة أخرى ينبغي أن يحيط مجلس الأمن علما بجميع التطورات التي يعرفها هذا الملف هذا. طيب نرجع للتقرير، من يكتب هذا التقرير دكتور؟ طبعا الأمين العام هو في نهاية المطاف هو المسؤول عن هذا التقرير، ولكن هو يضع هذا التقرير هذا من خلال التقارير التي تصله عبر مبعوثه الخاص اللي هو كريستوفر روس، عبر طبعا المكلف باللاجئين، عبر طبعا الممثلة الكندية اللي هي مسؤولة عن المينورسو، عبر كذلك المسؤول عن ما نسميه بالبعد العسكري داخل المينورسو. ولكن الأمين العام هو الذي يقوم في نهاية المطاف بما يمكن أن نسميه بتركيبة، وهو الذي يعتبر مسؤولا أمام مجلس الأمن عن ما نسميه بالتركيبة النهائية لهذا التقرير هذا. إلى أي مدى كان دكتور هذا التقرير محايدا ونزيها؟ في الحقيقة يصعب الحديث عن أنه كان محايدا، خاصة وأن قراءته يجب أن تؤخذ على مستويين، هناك المستوى الظاهري، وفي هذا الإطار قد يظهر بأنه تقرير عادل ليس فيه أي مشكل، لكن القراءة المتأنية والقراءة السياسية، وخاصة عندما نقف عند المصطلحات والصيغ التي استعملها، سوف نجد فعلا بأنه تقرير غير محايد. لماذا هو غير محايد؟ أولا لأنه تقرير أراد أن يرجع بنا إلى مرحلة ما قبل 2007. مشكل أنه الأمين العام فيما يخصه شخصيا تحدث عدة مرات عن استحالة القيام بعملية الاستفتاء لأسباب واضحة وتعرفها الأمم المتحدة، وهي مرتبطة أساسا باستحالة وضع لائحة لمن من حقهم التصويت في هذا الإطار. المسألة الثانية وهو أنه لم يعترف
على عكس التقارير السابقة بالمقترح المغربي، ولم يعطيه ولو حظه، خاصة أن التقارير السابقة كانت تسجل على الأقل بشكل إيجابي المقترح المغربي. تقصد مبادرة الحكم مبادرة الذاتي. الحكم الذاتي. المسألة الثانية وهو أنه يركز دائما على مسألة تقرير المصير، تقرير المصير، ويربطها بالحل السياسي. وفي هذا الإطار سوف ندخل في إطار تناقضات خطيرة جدا علمتها الأمم المتحدة منذ سنوات. المسألة الأخرى وهو عدم اعترافه، وهو يبين ذلك ضمنيا في التقرير، عدم اعترافه بالزلات وبالهفوات التي وقع فيها. يجب أن نعلم بأن قبل زيارته لدول الجوار خاصة الجزائر وموريتانيا، وأيضا زيارته للمخيمات، وزيارته لمنطقة بير الحلو وهي المجال المتنازع عليه، كان هناك اتصال مع المبعوث المغربي السفير عمر هلال الذي وضع أمامه مجموعة من الأوراق، ربما يتحدث عن تحذيرات للوقوع في بعض الانزلاقات، لكن ما وقع فيه كان خطيرا للغاية. نحن نعرف بأن الأمين العام عليه أن يتخذ نوعا من الحياد الصارم، إن على مستوى الكلمات أو على مستوى الرموز أو على مستوى الأشكال التعبيرية التي يقوم بها. هو سوف يستعمل كلمات كنا نظن بأنها زلة لسان، في حين أن التقرير فيما بعد والتصريحات فيما بعد أكدت بأنها لم تكن كذلك. بعض المواقف والإشارات على مستوى التواصل أيضا كانت دالة، الحناء أمام العلام إلى غير ذلك. أعتقد بأن القرار هو تتم لزيارة الأمين العام للمنطقة، وهو يسير في نفس النهج الذي رسم له بداية. هل هذا التقرير سيكون إرهاصا ربما للقرار القادم لمجلس الأمن الذي ننتظره في اليومين المقبلين على أكثر تقدير؟ في غالب الظن على أنه لا يمكن أن يكون إرهاصا لوظيفة مجلس الأمن، لأنه عبارة عن تقرير استشاري وليس تقرير يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار على مستوى طبيعة المهام المناطة بالأمين العام. من المهام التي خالفها هي منظومة من الأشياء تربط طبيعة الأخلاقيات الممارسة على مستوى ممارسته كأمين عام، باعتباره أنه ينبغي أن يكون محايدا كما أشار الدكتور، باعتباره ينبغي أن يمارس الدبلوماسية الوقائية، ومن مهامه كأمين عام أن يسعى إلى محاولة وضع تنبيه كما يصطلح عليه في ميثاق الأمم المتحدة في وظيفته كأمين عام، تنبيه مجلس الأمن من أن يقع مجلس الأمن في منازعات يمكن أن تفضي إلى ما هو غير سلمي. إذن بمعنى آخر كل السياقات التي تتوجه من خلال طبيعة مهامه مخالفة تماما لما جاءت به هذه الوثيقة، أو التي يمكن أن يصطلح عليها كما سبق الإشارة إلى ذلك من خلال بعض المحللين باعتبارها بيانا. إذن ما مجلس الأمن سيأخذه بصيغة استشارية، لأن طبيعة ما يحكم مجلس الأمن هو أن يأخذ بما هو متوافق على مستوى السلم وعلى مستوى قضية الصحراء، خاصة أن يأخذ بالفصل السادس الذي يناط بالقضية بكونها قضية سلمية، قضية تفاوضية، وليست قضية لها علاقة بما جاء على مستوى المصطلحات وشحناتها التي يمكن أن تعطي صبغة دلالية فيما يتعلق بلغة العلاقات الدولية. إذن بمعنى آخر على أن مجلس الأمن سيذهب إلى عدم الأخذ، لأنه إن أخذ بطبيعة ما جاء في التقرير سيكون كذلك قد ضرب في منظومة الأمم المتحدة عامة التي يتبنى في مبدئها المحاولة السلم وفرض يعني كل ما له علاقة بطبيعة نزع الصراع داخل منطقة معينة، كما أن الثغرات التي وقع فيها الأمين العام فيما يتعلق بكتابته وصياغته لبعض الجوانب، لأنه في حقيقته شكل من طرف مجموعة من الأطراف، ليس تقريرا يعني ينسب كما يمكن أن يقال جملة وتفصيلة إلى الأمين العام. نجد هناك يعني بيان على مستوى كريستوفر روس، نجد على أن المستشارين الذين هم بجوار الأمين العام الذين وضعوا مجموعة من الأشياء التي يرونها تتوافق مع يعني ما وقع من التوترات في المنطقة، نجد على أن التقرير بعيد كل البعد عما يمكن أن يفضي في صيغته إلى السلم حتى يمكن أن يصطلح عليه، كما سبقت الإشارة في معالجتكم داخل القناة أنه بيان حرب. إذن بمعنى آخر على أن مجلس الأمن ليس من وظيفته أن يتحدث عن الحرب أو عن بيان الحرب، وظيفة مجلس الأمن أن يرى الحلول السلمية التي ينبغي أن تتخذ في معالجة القضية والوقوف عليها.
طيب لنبدأ بالنقطة الأهم بالنسبة للمغرب، مبادرة الحكم الذاتي التي وصفت حتى من الغربيين أنفسهم بالصادقة بالجدية، في هذا التقرير تبدو وأنها لا أعلم متجاوزة بالنسبة للأمين الأممي، لم يعطيها القيمة الحقيقية لها. لماذا تبدو هذه المبادرة ربما تخبو نوعا ما في هذا التقرير دكتور؟ أريد أن أعود إلى ما قاله زميلي. هذا التقرير محكوم التوتر اللي عرفته العلاقة بين المغرب والأمين. طيب. ما غاديش نرجعوا لجميع الأحداث، ولكن ما لا شك فيه ان الامين العام في وضع التقرير هذا تاثر بشكل ايجابي وبشكل سلبي، لان لا ينبغي كذلك حتى يكون واحد نوع من التوازن في هذا التقرير. كاين هناك انحياز واضح، ولكن كاين هناك اشياء لو انه لم يكن هناك هذا التوتر يمكن تقدم الممارسه. الامين العام مثلا اعطينا مثلا كاين هناك اولا لاول مره يمكن نقول منذ سنتين او ثلاث سنوات اختفت واحد القضيه اللي هي كان خصوم الوحده الترابيه دائما يستعملونها ضد المغرب، وهي محاوله توسيع مهمه المينورسو لتشمل ما يسمونه بحقوق الانسان. فالتقرير ما كاينش ديك، اذا حتى ولو غادي يكون التمديد غادي يكون التمديد للمينورسو بدون الاشاره مطلقه لهادشي. كاين هناك كذلك اشاره واضحه الى ضروره ان تقوم الجزائر بالدور ديالها فيما يتعلق بالمفاوضات، والمغرب دائما ببذل جهود ولكن لا تعتبر كطرف في التقرير دكتور. طبعا هو الامين العام لم يذهب لانه لا يريد كذلك، لانه بقى على كل حال في واحد اللعبه، ولكن شنآن. كذلك نحن نقرا ما بين السطور. طيب. اذا فهو اعتبر ان الجزائر الى جانب موريتانيا ينبغي ان تقوم بضوء، وهذا المغرب دائما يعتبر ان هذا المشكل هو مشكل مغربي جزائري بالأساس ولا علاقة له بما يشرع. كذلك نلاحظ أن في هذا التقرير هذا كذلك، وهذا اللي هو الشيء ينبغي كذلك أن نقف عنده لو أنه لم يكن هذا التطور، لأول مرة ربما الأمين العام يشير لواحد القضية اللي هي جوهرية واللي احنا في الحقيقة ما أعطينا لهاش واحد الأهمية كبيرة، وهو أنه يدعو إلى ضرورة تفاوض حول شكل وطبيعة تقرير المصير، وهذه هي النقطة الجوهرية. لأن هاد خصنا الآن نميزوا بين واحد المجموعة تاع المستويات. ولكن بالنسبة إليكم دكتور في القانون، تقرير المصير أليس يمكن أن يتمثل كذلك في مبادرة الحكم الذاتي بمعنى آخر؟ مبادرة هو شكل كذلك. هذا هو إذن هذا هو اللي أساسي اللي بغينا نوصلوا له. طيب. إحنا لسنا من الناحية المبدئية ضد تقرير المصير، هذا خطأ. تقرير المصير اللي إحنا ضده هو الذي يفضي إلى الانفصال، وعندما نربط ميكانيكيا تقرير المصير بالانفصال، ولكن عندما نعتبر ان هناك اشكال اللي هي متعدده واللي هي ديمقراطيه اليوم لتقرير المصير خصنا هنا ناخذوه بهذا الشيء بعين الاعتبار. وبالتالي فالمغرب عندما قدم مقترح الحكم الذاتي، ماذا قدم المغرب هذا مقترح الحكم الذاتي؟ لان الامم المتحده وصلت لواحد الاعتراف صريح، وخصنا نذكروا صحيح لأن الصراعات ديالنا اليوم في كثير من الأحيان وكأننا نعتبر أن هذا أول صراع، حنا راه عندنا تاريخ نتاع الصراع مع بعض المبعوثين، كان عندنا صراع كبير اللي خصنا نذكروا به مع أكبر مبعوث اللي كان آنذاك اللي كان مكلف بحل المشكلة اللي هو جيمس بيكر. وجيمس بيكر خصنا نعرفوا أنه في المشروع اللي قدمه في سنة 2003 اللي هو المغرب رفضه واللي هدد آنذاك جيمس بيكر باللجوء وطلب من مجلس الامن اللجوء الى الفصل السابع لفرض هذا المشروع هذا، المغرب استطاع بفضل حلفائه بفضل الدبلوماسيه ديالو بفضل تدخل جلاله الملك ان يدفع طيب. في نهايه المطاف ماي جيمس بيكر الى الاستقاله. كذلك خصنا نذكروا انه المبعوثه الامريكيه لدى الامم المتحده سوزان رايس اللي كانت انذاك قدمت مشروع، هذه في سنة 2013 قدمت مشروع اللي هو يدعو إلى توسيع المينورسو. فاليوم احنا اللي هو أساسي اليوم بالنسبة لنا
وأنه ينبغي أن نبين بوضوح انحياز في النقاط اللي هي تمت الإشارة إليها، ولكن في نفس الوقت طبعا لأن الأمين العام أراد كذلك، لأنه يعرف جيدا أنه يشتغل في ظل أجهزة، في ظل واحد المنظومة اللي ينسميها الأمم المتحدة، وأنه راه يوجه التقرير ديالو إلى ناس اللي هما يفترض فيهم عقلاء، لأن مجلس الأمن مركب من دول من 15 دولة، وبالتالي حاول أن يغلف على كل حال هذا الانحياز ديالو بواحد النوع تاع التوازن. ولكن احنا نريد بالرغم من هذه المآخذ أننا احنا كذلك ينبغي أن نستثمر بعد القضايا اللي يعتبرها أنه على كل حال نرى الحق حقا بالنسبة للمغرب. هل في هذه النقطة كذا انتصار مغربي ربما دكتور عندما نتحدث عن شكل تقرير المصير كما قال الدكتور بوقنطار؟ بدون شك، يعني المسألة كانت واضحة. إذن هذا اقتراح واضح. هذا اقتراح واضح، لكن المسألة أيضا يجب أن ننظر إليها من وجهة نظر سياسية. الاقتراح أتى بشكل واضح، لابد من التفاوض وتحديد معالم ومتضمن وشكل وإطار تقرير المصير. طيب عمليا ما هي هذه الأشكال التي يمكن أن نتحدث عنها؟ لا إضافة إلى هناك مبادرة الحكم الذاتي، بما أن الاستفتاء غير ممكن باعتراف من دفع عنه. يصعب أن نطرحها، لماذا؟ لأن المسألة مرتبطة يا إما تنازلات أو مقترحات، بحسب من يقدم هذا المقترح حتى يعتبر تنازلا أو يعتبر إضافة في المفاوضات. بالنسبة للبوليساريو منذ 75 الآن لم تقدم أي مقترح، بقيت مرتبطة عادت هذه المرة إلى الاستفتاء، لم تخرج أبدا عن الاستفتاء، دائما كانت مع الاستفتاء أو الحرب، الاستفتاء أو الحرب، هي لم تغير موقفها منذ 75 إلى الآن. لذلك إذا كانت هناك مسؤولية عن فشل المفاوضات كان على التقرير أن يتحدث عن ذلك، وعلى أساس أن المغرب قدم مقترحا جد إيجابي بالنسبة له، بالنسبة لمجموعة من الحلفاء. نعم لم يقبل، ولكنه تقدم على مستوى المقترحات. لا يمكن لي أنا في موقفي هذا أن أقول ما هي الأشكال الأخرى، لأن كلها مرتبطة بمواقف سياسية معينة فيها أخذ ورد. المشكل المهم بالنسبة إلي وهو أنه عندما يقترح الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة إعادة النظر في المفهوم، هنا سوف يكون خطابان، خطاب مغربي، وفي هذا الإطار علينا إعداد العدة إن على مستوى الخبرة فيما يخص التاريخ، فيما يخص القانون الدولي، وهذا مشكل مهم للغاية. صحيح. القانون الدولي ليس هو العلاقات الدولية. المسألة الثانية وهو حلفاؤنا في هذا الإطار، وكيف يمكن أن ندافع عن الطروحات الأخرى المرتبطة بحق تقرير المصير، لأنه في نفس الوقت الجانب الآخر سوف يبقى دائما متشبتا بنفس المفهوم الذي طرحه منذ سنة 1975، والذي ما زال ساريا به المفعول في بعض الجهات. لذلك المسألة أعتقد بأنها نعم نظريا هي شيء إيجابي، لكن سياسيا بإمكانها أن تحتمل كل شيء، أن تحتمل الإيجابي إن كان في صالحنا، وأن تحتمل السلبي إن لم يكن في صالحنا. طيب السياغة البينة لهذا التقرير هل تؤشر إلى أن مبادرة الحكم الذاتي بالنسبة للأمين الأممي ومن يحذو حذوه ربما غير مقبولة أو غير صالحة أو ربما غير واضحة تماما؟ طبعا هي غير واضحة تماما بالنسبة إليهم. طبعا لماذا؟ لأن هناك الشرار ومحاولة إعادة ما يمكن أن يصطلح عليه بأنه تجاوز طبيعة الاستفتاء المغرب قبل به سنة. نحن نتحدث عن مبادرة الحكم الذاتي في نظر هؤلاء بما نعم. أنها لم تعد في التقرير أتحدث نعم. بالنسبة للأمين الأممي ومن ساغ معه التقرير لم تعد ربما بالألق الذي يصوره المغرب والذي فهمه كذلك أو رآه كذلك بعض القادة الغربيون من بينهم الأمريكون مثلا. طبعا، ولكن هو حسب ما يمكن أن يقرأ طبيعة السطور ما وراء السطور طيب. وبحسب ما يمكن أن يحمل، لأن المفاهيم الصياغة التي يمكن أن تستصاغ فيها طبيعة تقرير المصير، ما هي الوظائف السياسية التي هي مرهونة بطبيعة تقرير المصير التي يمكن أن يأخذ بها المغرب وتتوافق مع طبيعته ومصلحته طيب. ينبغي أن نشير لكي لا نبتعد في طبيعة القراءات ما يصطلح عليه بمفهوم الدلالة اللفظية في صياغة التقرير حتى لا نقوم بتحميله أكثر مما يطيق، فلنبقى من الناحية القانونية لكي نقوم بحماية المصالح المغربية فيما يتعلق بجانب قضيته الأولى، القضية الصحراء المغربية طيب. ألا وهي أننا عندما نعود في تاريخ طبيعة هذه القضية
دون تقرير المصير ودون غير هذه المصطلحات نجد على أن المغرب أخذ كل المبادرات، لا ننسى ذلك، 81,900,000 مبادرة مؤتمر نيروبي وقبل المغرب بذلك، ما الشرخ في ذلك؟ أن حتى الأمم المتحدة في طبيعة مجلس الأمن عندما نظرت إلى أنه لا يمكن من خلال البنية الاجتماعية على مستوى طبيعة التكون القبلي بالنسبة لهذا المعنى في القبائل الصحراوية أن تخضع لمنطق الاستفتاء بحكم أنه أصبح التفريق ما بين الأب وابنه، ما بين العائلة والعائلة وهي موحدة في شكل واحد. جاءت سنة 1992 وكان المغرب واضحا في قراره على مستوى أن يسير في منحى ما اتخذته المبادرة التي قبل بها على مستوى الأمم المتحدة وقبلت بها حتى وهي مقترح ما دعت إليه هذا الكيان الوهمي اللي هو البوليزاريو. ثم نأتي إلى المبادرة الأخرى التي قالت فيها الوزيرة الخارجية الأمريكية أنها أحسن مبادرة التي يمكن أن تشمل المصداقية وتشمل القانونية، هي المبادرة الحكم الذاتي التي جاءت سنة 2007 والتي أقر مجلس الأمن بأنها يمكن أن تكون الشأن الوحيد الذي يمكن التفاوض عليه. إذا بمعنى آخر ما جاء في هذا التقرير، نحن يمكن أن نشير إلى طبيعة هذا المعنى، يمكن أن نحمل الأبعاد السياسية كما أشار الدكاترة مشكورين وأن نستخرج أبعادا تتوافق مع طبيعتنا، ولكن حتى لا نحمل ما لا طاقة لنا به نقف على الحقائق كما هي. إذن بالنسبة لنا على مستوى ما يصطلح عليه من حيث كتابة التقارير بعبارتها دون دلالتها أنها لا تتوافق مع المقترح المغربي، وأن هناك خروج عن الحيادية وعن الدبلوماسية الوقائية التي انتهجها هذا التقرير فيما يتعلق باختصاصات الأمين العام للأمم المتحدة في قضية الصحراء والخروج عن الفصل الذي يحكم طبيعة هذا الموضوع، الفصل الخامس. طيب دكتور بقنطار بخبرتك القانونية عندما تقرأ هذا التقرير، الأمين الأممي يميل إلى أي حل؟ من المؤكد وهذا اتفق عليه جميع المحللين تقريبا أن الأمين العام سقط تحت تأثير الاتجاه الذي يريد أن ينسف مبادرة الحكم الذاتي. ما طيب ينسف طيب ما هو البديل بالنسبة إليه؟ بدعوى أنهم يعتبرون أن هذه المبادرة قدمت سنة 2007 نحن الآن تقريبا هذه 9 سنوات وأن مجلس الأمن بداته لم يتقدم طبعا فيما يتعلق بدفع المتفاوضين إلى جعلها، وهذا هو الموقف المغربي، لأن غير باش يكون عندنا واحد الوضوح فيما يتعلق بالمواقف. الموقف المغربي يعتبر أن في المفاوضات هي ضرورية لأنها تتم في إطار الفصل السادس، هو منذ سنة 2007 قدم أرضية اللي هي متكاملة اللي هي اعتبرها مجلس الأمن في القرار ديالو وسيؤكد عليها حتى ولو الأمين العام لم يشير إلى ذلك. في التقرير الذي سيصدر غدا أو بعد غد سيتم من جديد التأكيد، لأن مجلس الأمن كما قلت ليس ملزما بأخذ ما جاء به الأمين العام في تقريره، هو طيب طبعا عنده تصور ديال. اسمح لي دكتور استوقفك هنا، عندما يقول المغرب ان اكبر ما يمكن ان يعطيه او سقف التنازل بالنسبه هو مبادره الحكم الذاتي، وياتي الامين الاممي ويقول على الطرفين ان يدخل المفاوضات بدون شروط مسبقه، هل المغرب عندما يقول انا اتفاوض على اساس مبادره الحكم الذاتي هو بذلك ربما يركز على شرط مسبق ام لا؟ هذا الكلام اللي جاء في التقرير هذا هو هنا اهميه طبعا القرار اللي غادي يتخذه مجلس الامن. صحيح. المفاوض المغربي غادي يلغي هذه الصيغه التي جاء بها الامين العام في التقرير ديالو، لان التقرير طبعا كما نعرف يصاغ اولا فيه جزء كبير اللي هو يتضمن الحيتيات. اذا احنا اللي في مصلحه المغرب والمفاوض المغربي الان عنده الان معارك يخوضها في هذه اللحظه اللي احنا نذكروا، راه المغرب راه من خلال المفاوضين ديالو من خلال طبعا الدبلوماسيه ديالو يحاول ان يعيد ما يمكن ان نسميه تنظيف التقرير، وتنظيف هذا التقرير هذا يقتضي ازاله جميع الشوائب اللي هي تسيء الى المغرب، ومن بين هذه الاشياء هذه هو انه رجعوا للصيغه اللي هي سابقه، وهي دخول في مفاوضات من أجل الوصول إلى حل متفاوض عليه ومتوافق
متوافقين لانه كنبقاو في الفصل السادس. ومن هذا المنطلق انا شخصيا اعتبر وقلتها دائما مجلس الامن الان الا بغى يقدم لنا خدمه خصو هو بذاته يخصو يعاود يقدم الرؤيه ديالو، ما نبقاوش مقتصرين فقط على اعتبار ان هاد مبادره الحكم الذاتي هي جديه وذات مصداقيه. هذا الكلام كنا في هذه التقارير هذه تقريبا 9 سنوات. انا انتظر ان مجلس الامن يعتبر ان المفاوضات ينبغي ان تتم على اساس الارضيه التي تقدم بها المغرب، وهنا غادي يلزموا الخصوص لان القرارات التي يتخذها مجلس الامن ولو انها في اطار الفصل السادس ملزمه، وإلا مشينا في هذه غادي يكون انتصار اعتبره انتصار كبير للدبلوماسيه المغربيه. يحضرني سؤال مهم في هذا الباب سارجع لك في هذه النقطه. دكتور خالد، عندما يقول خصوم المغرب ان المغرب يدخل بشرط مسبق عندما يشترط التفاوض على اساس مبادره الحكم الذاتي، وياتي البوليزاريو ويقول انه يدخل المفاوضات ولكن بدون شرط هذا الشرط المغربي، اذا بوليزاريو كذلك له شرط مسبق هو أنه لا يناقش على ضوء ما يقترحه المغرب. مجلس الأمن ماذا يقترح؟ ما هذا هو المشكل، يعني أن مجلس الأمن لا يقترح لحد الآن أي شيء، هو يدعو إلى مفاوضاته في عوض أن يسهل هذه المفاوضات وأن يجد طريقا لتسهيلها بشكل من الأشكال نظرا لمجموعة من التناقضات داخله. يجب أن نعلم بأن لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة بكافة تركيبتها هي عبارة عن آلة بيروقراطية جامدة، كما أنها آلة ما بعد كولونيالية، وهي أساسا مبنية على قوانين صاغتها القوى الاستعمارية ومن انتصر معها فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي ليس لها لا بعد تاريخي ولا بعد أنثروبولوجي مرتبط بخصوصية المجالات الغير غربية بالأساس أو الغير أوروبية، وهذا مشكل قاهر يجعلها لا تتفهم بالواضح بعض الأمور التي تقع في القارة الإفريقية أو في العالم العربي أو في الشرق الأسيوي. هذا من جهة. من جهة ثانية، نعم البوليزاريو أيضا إذا كان المغرب له شرط مسبق وهو غير ذلك، لأني سوف أعود لمسألة وأشرح لماذا ليس للمغرب شرط مسبق. البوليزاريو هي التي لها شرط مسبق، هي يا إما الاستقلال أو الحرب في جميع المفاوضات. كل المفاوضات فيها أخذ ورد، لا يمكن أن نذهب إلى المفاوضات وأن نأخذ 100% ما نطلب. جميع المفاوضات عبارة دائما أحدد ما هو سقف التنازلات. طيب وما هو دعني أسألك هنا، إذا كانت البوليزاريو تخير بين الاستقلال والحرب وترفض مبادرة الحكم الذاتي، لو أتى مجلس الحكمة ماذا يمكن أن يقترح خارج الاقتراح؟ على الاقل نملك شيء، لان ارجع لكي اقول وادلل بان مساله المغرب لا يجعل ذلك شرطا مسبقا للتفاوض. ارجع الى لان المساله قديمه ليست صحيح. جديده، مساله بدات ارهاصتها منذ الثمانينيات. في الثمانينيات في احدى تصريحات الراحل الحسن ثاني قال بصريح العباره كون بلس لو درابو اي لو تيمبر لو ريست كل شيء بإمكاننا أن نتفاوض حوله إلا شيئين اثنين، طابع البريد والعلم. معناه أن هناك أمور سيادية لا مجال للنقاش فيها، باقي الأمور بإمكاننا أن نتحدث عنها. وهنا لدينا وربما حاليا أقول وهذا رأي شخصي، حتى العلم بما لاحظناه في المجموعة الأوروبية بدأ يتجاوز، بإمكاننا أن تكون لنا أعلام في ظل علم آخر سيادي إلى غير ذلك. العالم الأوروبي حاليا هو رمز السيادة في أوروبا وداخله أعلام، وداخل إسبانيا هناك أعلام، داخل العالم الإسباني، داخل العالم الأوروبي. إذا حتى مسألة السيادة تطورت بشكل كبير. أعتقد بأن هناك تطور على مستوى بنية الفكر السياسي المغربي وحتى على مستوى بنية الحكامة، وهو ما لا يوجد في الضفة الأخرى. هذا هو المشكل بالنسبة إلي. كيف يمكن لمجلس الأمن تتحكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ويجب أن نقول ذلك بصراحة. صحيح. روسيا مؤخرا دعت إلى إعادة النظر في تشكيلة الأمم المتحدة وآليتها البيروقراطية، وفي هذا الإطار أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بيدها الحل للدفع بحل في هذا الإطار على مستوى مناقشة تقرير المصير في إطار غير الاستقلال النهائي. طب هل من منطقة وسطى بين الأمرين؟
المنطقة الوسطى بين الأمرين هو أننا ينبغي أن نحدد أننا نتحدث عن دولة ذات سيادة وأنها عضو دائم في الأمم المتحدة، حتى ببيروقراطية الأمم المتحدة وهرم يعني الشيخوخة الموجود الآن في كل ما هو مكون، نجد على أن كيف يمكن مقارنة كيان عبارة عن مخيمات لا يوجد فيه حتى شرط المخيمات. إذا وضعنا مقارنة على مستوى العيش الإنساني وكرامته، على مستوى بنيته المؤسساتية، يعني بأدنى المقومات المخيمات غير موجودة، تجاوزا نقول هي عبارة عن مخيمات. كيف يمكن لدولة ذات سيادة وهي عضو في الأمم المتحدة وهي صاحبة صلاحيات على مستوى العلاقات الدولية من خلال التحالفات منها أن تتفاوض حول طبيعة شريحة غير معترف بها دوليا على مستوى مفهوم السيادة؟ ليس قد يجيبك شخص ويقول أنت تتحدث بهذا المنطلق لأنك تدافع عن الطرح المغربي، نحن هنا في هذا الصدد نتحدث عن طرفي نزاع. لماذا لا أدافع ونحن نتحدث عن منظومة قانونية وترسانة كبيرة جدا تتحكم في أن نحدد الشروط والضوابط التي ينبغي أن تحكم المفاوضات؟ المفاوضات يا سيدتي لابد لها من التوازن، لابد أن يكون من يفاوض مقرون على مستوى المؤسسات، على مستوى كل الشروط ولو أدنى الشروط التي ينبغي أن تحدد كمعالم رئيسية في علاقة الدولة مع الدولة. الآن ينبغي أن ندافع في سياق دكتور أننا ربما هنا في المغرب نتحدث أننا المغرب في التقارير التي تصدر المغرب ضد البوليزاريو، والحقيقة أن المغرب ضد عدة أطراف. نعم طبعا المغرب هذا هو المشكل، يعني البوليزاريو هي جزء من منظومة متكاملة من الصراع التي يمكن أن نقول يعتمدها بعض جنرالات العسكر في الجزائر ضد المغرب، وأن الطرف هي عبارة يعني ممكن تجاوزا كما يحق لنا أن نستعمل إذا بررنا طبيعة ما يقوم به بانكيمون فلنبرر ما يمكن أن نقول له نحن على أن الميليشيا البوليزاريو هي ميليشيا عسكرية خارجة عن نظام مفهوم السياسة العسكرية المتحكم فيها من خلال منظومة القانون الدولي بالنسبة للجزائر للضغط على المصالح المغرب. يمكن كذلك للجزائر أن تتخذ من البوليزاريو هو ذلك الشق الذي يغطي جانب بعض الثغرات الاقتصادية وعدم شؤون التسيير الداخل الجزائري بما يتوافق مع طبيعة الحق المواطن للشعب الجزائري. إذن بمعنى آخر أن هناك مجموعة من القراءات، لكن ما ينبغي أن نحدده بمعالم واضحة أن كل الأشياء المرتبطة بهذا الكيان هي مخالفة تماما لمنظومة الأمم المتحدة. إذا تحدثنا عن الفقرة الثانية وعن المادة الثانية والفقرة الرابعة التي يعني تلزم مجلس الأمن أن يكون مفاوضا للسلم، نجد على أن التقرير يحيل على البيان الحرب، نجد على أن كما أشار الأساتذة أن بوليزاريو إنما تتخذ إما معي أو ضدي كما تتخذه بعض الدول العظمى، وهي أن تقول إما الحرب وإما الاستقلال، لكن على مستوى ما يتحكم في طبيعة القضية أن هناك روابط تاريخية، هناك روابط اجتماعية، وهناك مجموعة من المقاومات التي تحكم التفاوض في القضية. طيب كنت تتحدث من قبل دكتور تريد أن تدخل في نقطة معينة، أنا كنت أريد أن أسألك ونستفسر أكثر عن المقترح الذي تتوقعه أو تنتظره من مجلس الأمن، ما هو شكله مثلا؟ طبعا اللي هو الآن يمكن توقعه، ولكن ما لا شك فيه أنه اللي هو أكيد أن مجلس الأمن سيمدد للمينورسو. طيب هذا غير مفاجئ، هذا غير مفاجئ. كتبقى الصيغه، ما هي الصيغه اللي هي طبعا سيتم من خلالها تمديد المينورسو، والمده طبعا هناك الان عده اشياء اللي هي تروج، ولكن الموضوعيه تفترض منا ان ننتظر. ولكن ما الذي يروج مثلا دكتور؟ يروج البعض يقول انه ربما فقط غادي تكون هناك شهران تمديد حتى يتم تسويه طبعا هذه العلاقه، تطبيع ما يسمونه بطبيع العلاقه بين المغرب وبين الامين العام. هناك البعض الاخر الذي يعتبر ان مجلس الامن سيمدد على اساس ان المينورسو سترجع
إلى الأصل اللي كانت قبل وقوع هذه الأزمة. ولكن هذا الوسيط متى سيكون جاد دكتور؟ ألا يحق للمغرب اليوم أن يطالب بوساطة جادة تقتري على الأقل؟ سيدتي الفاضلة، أنا أعتبر شخصيا وهذا شخصي، بان كي مون انتهى أو في حكم الآن ما بقات له إلا 6 أشهر، ومن المؤكد أنه كذلك مدة المبعوث الشخصي للأمين العام حتى هي محسوبة. طيب لا شك أن الأمين العام اللي غادي يجي واللي هو الآن مؤكد أنه سيكون أوروبي، لأن هذا دور أوروبا في إطار الدورية، لا شك أنه سيأخذ بعين الاعتبار طبعا هاد التطورات، وبلا شك أنه سيفتح صفحة وضمن هذه الصفحات، وهذه راه ماشي مسألة جديدة، مر على هذه القضية عدد من المبعوثين اللي هما في نهاية المطاف إما اضطروا أنهم يقدموا الاستقالة ديالهم، وإما أنهم ما بقاش عندهم الثقة نتاع الأطراف. والمبعوث الأمين العام الدور ديالو هو ميسر، ولا يمكن لو أن وهذا رأيي الشخصي، لو أن كريستوفر روس كان عنده واحد الشعور أنه حقيقة أقول بأنه بواحد ما نسميه بواحد لونتوتي اللي هو انتلكتويال، كان يمكن يقدم استقالته، لأن المغرب راه سحب منه الثقة، واعتبر أنه تتذكرون في سنة 2012 كان سحب المغرب الثقة منه، واعتبر ولكن التطمينات اللي كان قدمها آنذاك الأمين العام أنه المبعوث ديالو سيحترم المسار اللي مشات فيه المفاوضات، اللي هو غير بغينا ناكدوا على اشياء، وحنا هنا طبعا في واحد القناه اللي هي محترمه، احنا مع الشرعيه، خصنا احنا مع الامم المتحده. الامم المتحده بصرف النظر طبعا على انتقادات اللي نوجهوها لها الى اخره، هي الان هي الاطار الذي يتم فيه إمكانية تسوية هذه المشكلة. احنا مع الإبقاء على هذه المفاوضات في إطار الفصل السادس. احنا نريد كذلك من مجلس الأمن أن يحول طبيعة الجزائر، لأن الجزائر دي حدثها علينا، خصنا غير نعرفوا أنه فيما يتعلق بالمتفاوضين كان هناك واحد الهرمية ما بين الدول اللي كنسموها دول المعنية وما بين دول مهتمة، كنسموها مهتمة فقط، أنه وحنا الآن نريد أن مجلس الأمن، هذا الشيء اللي قلنا في البداية، يدفع الجزائر إلى أنها تصبح مفاوض، ونعرفوا ماذا تريد من الجزائر منا. وهنا غادي يكون هنا مجلس الأمن غادي يكون قدم هذه هناك الأمر بدأ بالدعوة إلى بذل الجهود، سننتظر مازال. لماذا لم يتخذ مجلس الأمن والأمم المتحدة قرارا في هذه المسألة التي طالت دكتور؟ أولا المسألة ليست فقط مجلس الأمن، هي أيضا داخل دول داخل مجلس الأمن، والمسألة حاليا هي في يد الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنها هي التي صاغت المسودة التي سوف تقدم كقرار، ومعنى تقديم الولايات المتحدة هذه المسودة أنها تتحكم في كل شيء، وهي التي فرضت المبعوثين بيكر كريستوفر روس. كريستوفر روس عاد بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على المغرب، والخطاب الملكي كان واضحا أن المغرب لم يعد محمية لأحد، والآن فهمنا نوعا ما لماذا وقعت هذه الحدة في الخطاب، لأنه هناك ضغوط بذلت على المغرب لكي يغير من مساره في هذه القضية. فقط أعود لدقيقة للسؤال الذي طرحته على الأستاذ فيما يخص تشكيلة البوليساريو وغير ذلك وهذه المواقف. هناك مسألة مهمة ننساها، هناك مقال نشر السنة الماضية في جريدة لوموند في شهر ماي، في الغالب دائما ما بين أبريل وماي تتحرك الأمور، عنوانهم الحرب الباردة الأزلية حول الصحراء. نعم هو مرتبطة بالحرب الأزلية، وننسى شيئا مهما بأن المسألة ليست فقط مشكلة مغرب مع جبهة البوليساريو، هناك مشكل دول محيط مهمة للغاية وننساها دائما. من صنع البوليساريو؟ من أهله؟ من دعمه؟ ومن ما زال يشارك في هذه النظمة؟ موريتانيا، الجزائر، وإسبانيا. ولو اجتمعت هذه الدول مع المغرب في إطار رباعي، نعم مع البوليساريو في إطار خماسي،
كل له أجندته الخاصة، وتناقضات هذه الأجندات على مستوى الريادة، على مستوى الأمن الجهوي، على مستوى العدو الأساس والعدو الضروري لكل واحد من هذه الدول، سوف نصل إلى حل. المسألة ليست فقط الأمم المتحدة. لنرجع إلى مجلس المشكل الأمن. كذلك دكتور أننا ننظر للأمر ربما بعين مغربية، ولكن علينا أن ننظر لها كذلك بعين جزائرية وإسبانية. هذه المسألة تأخذ الكثير من أموال الشعب دكتور، بالضرورة حتى في الجزائر حاليا هناك إحصاءات هي تستنزف الجميع. آخر إحصاءات تحدثت عن حوالي 300 مليار دولار صرفت منذ 1975 إلى الآن من لدن الجزائر. المسألة ليست سهلة، ربما نفس الثمن صرف من لدن المغرب، أقله من لدن موريتانيا، وأقله بكثير من لدن إسبانيا. ولكن الآن الكثير من عناصر جبهة البوليساريو يحملون الجنسية الإسبانية، الكثير من سكان الصحراء المغربية يحملون الجنسية الإسبانية ويحملون أيضا الجنسية الموريتانية، وبعضهم ومنهم مثلا البوهالي الرجل الثاني الآن بعد عبد العزيز يحمل له الجنسية الجزائرية. إذن كيف يمكن أن نتحدث في هذا الإطار ونحن نتحدث عن أناس وعن شخوص مختلفين ومتعددي الهويات الوطنية؟ هذه مسألة مهمة للغاية. المسألة الأخرى وهو أن الأمم المتحدة عندما تتحدث عن هذا الأمر تتحدث عنه على أساس أن هناك إطارا معينا مختلفا تماما، لأن المشكل الكبير أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعامل مع الأمر تتعامل معه بحس مرتبط بالقانون الدولي، ليس بحس أنثروبولوجي ولا بحس تاريخي. هي عندما تتحدث عن إقليم الصحراء وعن عناصر تسمى بالصحراويين فكأنها تتحدث عن جنس مختلف تماما عن الأجناس الأخرى، في حين أن المسألة غير ذلك. والتغيرات الجيوستراتيجية التي حدثت مؤخرا في منطقة الساحل والصحراء وأيضا التي تحدث يوميا في الشمال الإفريقي تدعونا إلى معاودة النظر في هذا الأمر. لذلك أعتقد بأن الطرح المغربي حاليا نعم هو في إطار تصعيدي، وهو لأول مرة المغرب يصعد لا على مستوى الخطاب ولا على مستوى القرار. هل سوف يستطيع الاستمرار في ذلك؟ المسألة صعبة للغاية، ولا أعتقد بأننا قد يمكن أن نتوقع ما سوف يحدث في الأيام المقبلة. تنويع العلاقات الاستراتيجية المغربية مهم في هذا الإطار، لكن المصالح الدولية سوف تبقى دائما متحكمة في هذا الإطار. وهنا أرجع فقط لهنيها لإسبانيا، لأن الذي طرح تمديد شهرين هو وزير الخارجية الإسباني، والمسألة ليست بسيطة. نعم هي لتدليل الصعاب ما بين الأمم المتحدة والمغرب، ولكن أيضا لطرح مشروع آخر أخطر بكثير مما يطرحه البوليساريو على المغرب. اقتراح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي اقتراح دائم أم قابل للسحب كذلك تسحبه الحكومة المغربية؟ بحسب طبيعة المصلحة وما يراه المغرب يتوافق مع محافظته على ما يدعو إليه، ألا وهو أن الصحراء مغربية ولا يمكن التفاوض عليها بشأن أن يتنازل المغرب بسيادته عن بعض الجوانب المتعلقة بالجبهة التي هي جبهة بوليساريو. ويمكن الإشارة كذلك على أنه المغرب الآن ممكن أن نقول على أنها عبارة عن خطوات دبلوماسية متوافقة مع الحدث من خلال القمة الخليجية المغربية، هو عبارة عن وسيلة للضغط على مستوى أن يكون الدول الخليج هي جزء من منظومة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي المتحكم الأصلي في قرارات الأمم المتحدة. إذن بمعنى آخر على أن ما يراه المغرب مناسب سيضعه على طاولة المفاوضات. نحن لا ننسى على أن هذا التقرير وهو محض النقاش عندنا تجاوز القرار 22-18 ولم يصل إليه، بل لم يعترف حتى به ضمنيا ولا بصريح العبارة. إذن بمعنى آخر على أن المبادرة التي وضع هناك مجموعة من المقترحات تتعلق بالملف استنفذت الآن فيما يتعلق بالطرف المغربي. لماذا استنفذت؟ لأنها متعلقة بالسيادة ولا يمكن أن نناقش في طبيعة هذا الموضوع. يمكن أن يكون هناك تنازل لكن ليس على مستوى التنازل الذي قد تتخذه إسبانيا كما أشار الأستاذ، لأن إسبانيا تنحو إلى أن يكون هناك تنازل ويمكن للمغرب أن يكون عبارة عن طرف تشاركي بالنسبة لهذه البقعة التي ينبغي أن تعود إلى جبهة البوليساريو. لكن في حقيقة الأمر أن المعطى الآن الذي ينبغي العودة إليه هو القرار 22-18 باعتبار أن المغرب أخذه كمبادرة، باعتبار على أن وظيفة مجلس
الأمن كوظيفة رئيسية المحافظة على السلم في المنطقة، كذلك من مهام الأمين العام الذي وإن بقي له 6 أشهر ينبغي أن يكون حريصا على المحافظة على اختصاصاته، ألا وهي على رأسها الحيادية، وثاني شيء الدبلوماسية الوقائية المعتمدة في منظومة الأمم المتحدة. الآن المغرب ينبغي أن يتخذ استراتيجية إعادة ترتيب أولويات التحالفات. عندما أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما يصطلح عليه بالطعن من الخلف من بعض التحالفات، يمكن أن يقصد في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. المغرب له فضل عليها في الاعتراف التاريخي والاعتراف التاريخي بالنسبة لأمريكا على مستوى الصحراء المغربية غير موجود. العلاقات يمكن أمريكا تحتل المرتبة الثانية على مستوى الواردات والتعاملات الاقتصادية مع المغرب. الولايات المتحدة الأمريكية ترى دائما حليفا استراتيجيا للمغرب، إلا في هذه النقطة لماذا لا تأخذ المبادرة الواضحة؟ دائما تصريحاتها على مستوى اللفظ مبهمة ومفتوحة، هي مبادرة جادة، هي مبادرة منطقية، هي مبادرة ما عرف إيش. يعني نرى على أن السياسة الخارجية الأمريكية لم تتخذ موقفا صارما في اتجاه التحالف مع المغرب. إذن هناك مبدأ واحد، إما أن نعود إلى القرار 22-18 وإما أن نجلس على للتفاوض مع دول ذات سيادة وهي الدول المجاورة والمحيطة. تقوية مبادرة الحكم الذاتي تمر كذلك عبر الجهوية، هل يجب أن نركز عليها الآن دكتور وتسريح خطواتها؟ كيف ترى؟ طبعا اختيار المغرب للجهوية هو اختيار استراتيجي لا رجعة فيه، لأنه ليس هذا تكتيك. كذلك فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي هو اقتراح مغربي دائم دكتور أم دائم؟ نعم دائم، لا يمكن أن يسحبه. لا يمكن طالما أننا في الدينامية المتعلقة بالتفاوض في إطار الشرعية الدولية، المغرب يعتبر أن هذا العرض هو عرض اللي هو جاء نتيجة لواحد المجموعة التراكمات اللي عرفها هذا الملف، جاء نتيجة لانغلاق نهائيا الباب أمام الاستفتاء، لأنه مستحيل وهذا أكدته الأمم المتحدة، وجاء كذلك في إطار الثقافة. لأن ما نساوش واحد المسألة، المغرب راه ماشي كيعيش بوحدو، المغرب راه منخرط فواحد القيم اللي هي جديدة، اللي هي ثقافية جديدة. ومبين اليوم هذه القيم اللي هي فيما يتعلق بالحكمة هي هذه المسألة نتاع الحكم الذاتي. الحكم الذاتي شنو هو؟ غير باش نعاودوا ولو أنه ما نرجعوش ثاني كذلك، الحكم الذاتي لا ولكن هو مفيد، هو تركيب ذكي بين جوج نتاع المبادئ اللي أكد عليها. وحنا راه حنا دائما في الشرعية الدولية ما نبقاوش نتكلموا القرار 15-14 اللي خدته الجمعية العامة واللي هو أسس لما يمكن أن نسميه بحركة استقلال الدول، هو في حدته تضمن جوج مبادئ، أكد على الاستقلال وأكد على التشبث بالوحدة الترابية للدول، لأنه ما يخصناش هذا الشيء نتاع تقرير المصير يؤدي إلى تفتيت الدول، وهذا هو المنطق اللي كيبني اليوم التفكير ديالنا. إذا احنا بالنسبة لنا مبادرة الحكم الذاتي هي هذا التركيب الذكي بين هاد جوج مبادئ. لأن شنو هو الحكم الذاتي؟ الحكم الذاتي هو أنه نعطيو للناس إمكانية التحكم في جميع ما يهمهم اليومي، بما فيهم من اقتصاد، بما فيهم من ثقافة، بما فيه من سياسة إلى آخره إلى آخره، ولكن كيبقى للدولة الأم فقط شيء أساسي هو السيادة. حتى ديك السيادة يمكن أنهم يشاركوا في بعض المجالات لي. وثم كاين واحد المسألة أساسية، علاش المغرب كيعتبر أنه وصل لواحد الحد اللي هو ما يمكنلوش يتجاوز؟ لأنه اعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي ماشي مبادرة منغلقة أبداً. أبداً كنا حنا دايرين على الطاولة نتاع المفاوضات هذه المبادرة، وفي هذه المبادرة مستعدين أنه نقحوا بعض الأجزاء، ولكن تعالوا لنتفاوض حولها كلنا. الآن الخصوم نتاع المغرب المشكل الكبير اللي هذاك ما عندهمش عرض، يلا باستثناء انهم يتحدثون عن الاستفتاء، والاستفتاء اللي هو تبين الاستحاله ديالو ما مقدمينناش شي عرض اللي هو يجعلنا نفوضوا. اذا العرض الوحيد اللي هو اليوم موجود هو مبادره الحكم الذاتي وستبقى.
دكتور باختصار أرجوك دور الدبلوماسية في هذه الفرحة. هنا الآن دور حاسم، أولا يجيب المسار في هذا الإطار الدينامي للدبلوماسية المغربية، تحريك العلاقات المتعددة وعوض الارتباط بالقطبية الأحادية، وفي هذا الإطار ضرورة تنزيل مجموعة من الآليات الجديدة إن على مستوى الخبرة والمعرفة وإن على مستوى ربط العلاقات بإطارات استراتيجية كما هو الآن مع الهند الصين روسيا والخليج. المسألة الثانية هي داخليا، لأن هناك دبلوماسية داخليا، أولا تنزيل مقررات المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على مستوى التنمية وربط المجالات الإقليمية الصحراوية بالمجالات الإفريقية في إطار قاري وليس في إطار وطني منغلق. المسألة الثانية دعم الإطار الديمقراطي للمغرب، لأن كل دعم للديمقراطية وللحكامة الجيدة هو أكبر رد على مواقع وموقف الخصوم. الفوز السياسي يمر عبر الشراكات الاقتصادية المتنوعة دكتور؟ طبعا، وهذا ما يمكن أن يصل مبادرة الخليج المغرب والخليج. عندما نقول على أن المغرب ينفتح على الاستثمارات الخليجية مؤخرا 5 مليار دولار في أفق 5 سنوات أن تمتد أو 10 سنوات إلى 120 مليار دولار، هذا امتداد على مستوى التنمية الجنوبية الشمالية، محاولة التوسع فيما يتعلق بجانب البعد الاقتصادي، كل هذا سيساهم في إنشاء ديمقراطية داخلية على مستوى ترشيد الحكامة على مستوى كل ما له علاقة بالإنسان مباشرة. إذن بمعنى آخر على أن الاقتصاد وترشيد طبيعة مفاهيمه يمكن أن تنعكس إيجابا على الوحدة الترابية. طيب دكتور أختم معكم، هل من أجندة زمنية لإيجاد حل سياسي لهذه المسألة داخل الأمم المتحدة؟ ليست هناك أجندة. مجلس الأمن سيواصل طبعا المقاربة دياله، وهذه المقاربة دياله لا يمكن من المستحيل أننا نحدد لها واحد الأجندة معينة. هذا هناك أجندة مفتوحة اللي هي دعوة إلى مفاوضات، اللي هو مطلوب الآن من الأطراف وخاصة من طرف خصوم المغرب، هو أنهم ما يخصهمش يستعملوا المفاوضات فقط من أجل ربح الوقت ومن أجل استفزاز المغرب، وكذلك طبعا محاولات القيام بعض الممارسات اللي هي لن تؤدي إلى تقدم هذا المسلسل. هذا المسلسل التفاوضي يمكن يبقى عسير، لانه الى ما وقعش هناك واحد التقارب، وهذا التقارب انا في التصور ديالي لا يمكن ان يكون الا اذا وقع تغير في مقاربه الجزائر لهذا المشكل، لان لك المفتاح نتاع حل المشكل ارنا او لم نريد هي الجزائر. طالما انها لم تغير من مقاربتها وان استراتيجيتها هي فقط محاوله اضعاف المغرب من خلال خلق وإدامة مثل هذه المشكلات اللي تضر شعوب المنطقة، ما يمكنناش نتقدموا، لأنه ما نساوش واحد المسألة اللي هي أساسية مع الأسف الشديد. السبب الأساسي اللي جعلنا هذا المشكل صعب الحل هو أن احنا أمام توازن القوى ما بين المغرب والجزائر، كان هناك واحد التوازن، وهذا التوازن إلى ما تحولش إلى توازن للمصالح من طرف الجزائر ما غاديش نتقدموا في هذه المشكلة. لماذا لا يتفاوض الجزائر مع المغرب مباشرة؟ المصالح تختلف على مستوى العمق الاستراتيجي بالنسبة لشمال إفريقيا. الجزائر ترى على أن المصالح الاستراتيجية للجزائر ينبغي أن تنفتح على مستويين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، في حين أن المغرب يرى على أنه يمكن أن يكون وسيلة توافق بالنسبة للمصالح الجزائرية على مستوى المحيط الأطلسي دون خلق هذا النزاع. يهمني أن أسمع رأيك دكتور. أولا على المغرب أن يتجه شرق، لا شرق المغرب أساسي، لكن حاليا هناك اختيارات، هناك اختلاف على مستوى الأنظمة، هناك تناقض خطير على مستوى النظم السياسية في كل من البلدين، هناك تناقض تاريخي صارخ على مستوى بناء الدولة في إطارين، وهناك أيضا أجندتين سياسيتين مختلفتين ومتناقضتين، وبالتالي يصعب تحوله. وقع تحول كبير في المغرب لم يحدث مثله في النظام الجزائري. هذه المسألة، إن كان النظام مدنيا في الجزائر وإن تطور نحو ديمقراطية من شكل آخر وإن تغيرت المصالح الجيوستراتيجية الدولية سوف تتغير الأمور. المشكل أيضا مرتبط ببعض الإرادات الخاصة، لأن الكثير من الشخوص داخل البوليساريو وداخل الجزائر وربما أيضا داخل بعض المجالات في المغرب وفي موريتانيا تريد أن يستمر هذا المشكل إلى ما لا نهاية له، لأنه أيضا مصدر للارتزاق. الرئاسة الأوروبية دكتور للأمم المتحدة، هل يمكن أن تحقق اختراقا من نوع ما على الأقل تقديم حل بديل؟ اللي هو مهم
عند الأوروبيين هو أنهم عندهم أكثر فهم للاعتبارات الجيوستراتيجية التي تعرف هذه المنطقة لأنها قريبة من أوروبا، في حين أن أشخاص اللي هم بعيدين عن المنطقة لا يفهمون ولا يقدرون المخاطر الجيوستراتيجية اللي تعرفها المنطقة. مثلا نذكر أن فالسوم اللي هو أوروبي كان أكد أن مسألة الاستقلال هي مسألة مستحيلة وغير واقعية، لأنه يعرف جيدا المخاطر الناجمة عن هذه الفكرة على توازن وعلى الاستقرار في المنطقة. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على كل هذه التوضيحات، شكرا لكم مشاهدينا على التواصل والتفاعل معنا، نلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل.